عندنا متسابقين بإذن الله، ستة متسابقين. المتسابق الأول ماجد الشهري، المتسابق الثاني حمد الأكلبي، المتسابق الثالث عبد الله البقمي، المتسابق الرابع علي الزايد، المتسابق الخامس ضاري بن سنيد، المتسابق السادس فيصل الودعاني. معنا اللجنة الموقرة من اليمين صاحب الإنجازات في هذا المجال فن الإلقاء والخبير في إشارات أو لغة الجسد، عضو اللجنة الأول عامر بن منير العتيبي. الثاني معنا الدكتور أيضا يملك خبرات عديدة في فن الإلقاء وصاحب أكثر من دورة تدريبية في هذا المجال، المتسابق أو عضو لجنة التحكيم محمد بن ناصر المري من دولة قطر، وكذلك الحاصل على الماستر في علم الجريمة وعنده الكثير من الدورات التدريبية في فن الإلقاء، عضو اللجنة شقران الشمري. نبدأ معكم المسابقة بإذن الله عن فن الإلقاء. الشباب هنا